بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فلا يزال الحديث موصولا عن الأسماء المبنية، وقد وقفنا على باب ما يبنى على الضم، وهذا هو الباب الذي قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه: أو الضم أو نائبه، أي ما يبنى على الضم أو ما ينوب عن الضم. يعني هنا سوف تدرس بعض الأسماء، إما أن تكون مبنية على الضم أو ما ينوب عن الضم، كالألف في المثنى أو الواو في جمع المذكر السالم. قال المؤلف رحمه الله: ثم قلت: أو الضم أو نائبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قلت: أو الضم أو نائبه، أي ما يبنى على الضم أو ما ينوب عن الضم، وهو المنادى المفرد المعرفة، نحو يا زيد ويا جبال ويا زيدان ويا زيدون. هذا هو الأصل. وقال المؤلف في الشرح: وأقول الباب السابع من المبنيات ما لزم الضم أو نائبه، وهو الألف والواو، وهو نوع واحد، وهو المنادى المفرد المعرفة. سوف يشرح هنا باب النداء، والحديث عن الأسماء المبنية. ففي أنواع النداء نوع واحد يبنى على الضم أو ما ينوب على الضم، وهو المنادى المفرد. المنادى المفرد، ماذا نقصد بالمفرد؟ ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، كما في باب لا النافية للجنس. منادى مفرد، ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قال: ونعني بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. المضاف بعده مضاف إليه، فلو قلنا فاطر السماوات فهذا مضاف، لأن بعده مضاف إليه. فلو ناديناه وقلنا يا فاطر السماوات يبقى هذا منادى. ما نوعه؟ مضاف، هذا منصوب. أو شبيه بالمضاف، مثل أن يكون هذا المنادى قد أضيف إليه ما هو من تتمة معناه، مثل يا عظيما بره، يا واسعا رحمته، يبقى هذا شبيه بالمضاف. المضاف والشبيه بالمضاف، المنادى المضاف والمنادى
الشبيه بالمضاف منصوبان. الأصل في المنادى أن يكون منصوبا إذا كان مضافا أو شبيها بالإيه؟ بالمضاف. أو كان نكرة، نكرة غير مقصودة. نكرة نعرف أن النكرة اسم غير محدد لا يدل على معين، وغير مقصودة أي لا تحددها بالنداء، لا تعينها بالنداء. مثال ذلك لو وقف الخطيب على المنبر فقال يا مذنبا تب إلى الله، أين المنادى؟ مذنبا، كلمة مذنب هذه نكرة أم معرفة؟ هل الخطيب، هل الخطيب قصد مذنبا معينا؟ لا، إذن هذه نكرة غير مقصودة، فالمنادى هنا منصوب أيضا. والسؤال الآن متى ينصب المنادى؟ وأرجو أن تستعين بالكراسة والقلم لأننا ليس عندنا سبورة يعني، فتكون الكتابة عونا لك على الفهم. سؤال: ما المنادى؟ اسم يقع بعد حرف النداء. اسم يقع بعد حرف النداء، فلو قلنا يا محمد، محمد هذا منادى. يا جبال أوبي، الجبال منادى. يا نوح اهبط، فنوح هنا منادى. اسم وقع بعد حرف النداء بغرض إيه؟ بغرض استدعائه أو تنبيهه أو تعظيمه. البلاغة تتحدث عن أغراض النداء، لأن النداء أسلوب من الأساليب الإنشائية ينشئ لها القائل أو ينشئها القائل من أجل غرض، فقد يكون الغرض هو التعظيم، أو يكون اللوم والعتاب، أو يكون التوبيخ، أو يكون التحقير، أو بيان قرب منزلته منه، إلى غير ذلك مما تتحدث عنه البلاغة. لكن نحن هنا هدفنا إعراب الكلمة. سوف أقول يا نوح، لكن عندما أقول يا طالب العلم سوف تكون كلمة طالب منصوبة، وعندما أقول يا طالبا للعلم هكذا. المنادى، ما المنادى؟ اسم يقع بعد حرف النداء. سؤال آخر: ما حروف النداء؟ إجابة على السؤال في وسط السطر، اكتب حروف النداء. ثم نقول منها ما يستعمل للقريب، يعني سوف نقسم الحروف إلى ثلاثة أقسام. قسم يستعمل للقريب، بجوارك واحد من إخوانك تريد أن تناديه، لست في حاجة أن تقول له يا أحمد، تقول له أأحمد الهمزة، كما قال الشاعر لابنه أسيد أسيد، يعني يا أسيد. فابنه قريب منه بينصحه، والقرب هذا قد يكون قربا مكانيا أمحمد، فقريب مني قربا مكانيا، أو يكون قريبا قربا قلبيا،
فهو حبيب إلى قلبي، لا أحتاج إلى ندائه بحروف النداء التي للبعيد. فالهمزة قال أسيد إن مالا ملكت فسر به سيرا جميلا، آخي الكرام إن استطعت إلى إخائهم سبيلا. فأسيد تقول الهمزة حرف نداء مبني على الفتح، وهي كسائر الحروف في اللغة لا محل له من الإعراب. من حروف النداء القريب أي وهذا حرف، همزة مفتوحة وياء ساكنة كما نجدها في نصوص كثيرة، أي بني أي بنية، فأين حرف النداء؟ أي، والمنادى بني أو بنية. لماذا استعملت أي في قولك أي بني؟ لأنه قريب منك إما قربا مكانيا أو قربا قلبيا، قرب منزلة. وحروف للبعيد المد الصوتي لها طويل، فيها مد. طبعا لو كان واحد من إخواننا قد خرج من المسجد فأردنا أن نناديه فقلنا له أعلي، هل سيسمع؟ نحن في حاجة إلى أن نقول يا علي يا أو هيا أو أيا. فحروف نداء البعيد أيا همزة ألف عليه همزة مفتوحة وياء ألف أيا أو هيا، استبدل الهمزة بها هيا. وحرف يستخدم للقريب والبعيد وهو يا، هذا من الممكن أن تنادي به القريب فتقول يا بني، وتنادي به البعيد فتقول يا شباب الثورة، فيبقى هذا نداء يا تستخدم للقريب وللبعيد. هذه حروف النداء وكلها مبنية لا محل لها من الإعراب. هيا ننتقل إلى المنادى الآن، أنا أريد أن أعرب المنادى. سؤال ثالث، ما رقم هذا السؤال؟ السؤال الثالث، كيف نعرب المنادى؟ أنا سوف أتصور أن واحدا منكم سيسألني كيف نعرب المنادى؟ الجواب يتوقف إعراب المنادى على نوعه، وهذا سيولد لنا سؤالا رابعا. ما السؤال الرابع؟ ما أنواع المنادى حتى أستطيع أن أحدد إعراب المنادى على حسب نوعه؟ السؤال ما أنواع المنادى؟ يمكن أن تكتب في وسط الصفحة أنواع المنادى أو حالات المنادى أو إعراب المنادى. على اليمين تقول المنادى المنصوب، يعني أو نصب المنادى أو منصوب. سوف الآن نتعرف على حالات نصب المنادى وهو الأصل أصلا، الأصل في النداء أن يكون منصوبا. والعلماء يقولون كما يعني سيتضح لنا من شرح الكتاب أن النداء منصوب على المفعولية، يعني على أنه في الأصل مفعول به، لأنك عندما تقول يا طالب العلم معنى هذا ناديت طالب العلم أو استدعيت طالب العلم
أو نبهت طالب العلم. إذن طالب العلم دي في الأصل مفعول به، والمفعول به يكون إيه؟ منصوبا. إذن الأصل في المنادى أن يكون إيه؟ منصوبا. ولذلك يدرس النداء في باب المنصوبات، باب المنصوبات إن شاء الله. عندما يأتي باب المنصوبات سوف نعود مرة ثانية لشرح المنادى. نقول المنادى متى ينصب المنادى؟ ينصب المنادى في ثلاثة حالات، أو في ثلاث حالات ينصب المنادى في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان مضافا، الحالات الثانية أو في الحالات الثانية إذا كان شبيها به أو شبيها بالمضاف. الحالة الثالثة إذا كان نكرة غير مقصودة. سوف نجمل وبعد ذلك إيه؟ نفصل. يبقى متى ينصب المنادى؟ إذا كان مضافا، إذا كان شبيها بالمضاف، إذا كان نكرة غير مقصودة. في القسم الثاني من الجدول في ناحية الشمال نقول يبنى على الضم أو ما ينوب عنه، وهو موضوع درسنا الليلة. يبنى على الضم أو ما ينوب عنه، وتحتها متى يبنى على الضم؟ إذا كان مفردا وبين قوسين ليس مضافا ولا شبيها به. ماذا نقصد بالمفرد هنا وفي باب لنا فيها الجنس؟ ما ليس مضافا ولا شبيها به. الحالة الثانية أن يكون نكرة. قلنا إذا كانت النكرة غير مقصودة نصبناها، مثال ذلك يا مذنبا تب إلى الله، يا طبيبا، أي طبيب تناديه؟ يا طبيبا راعي آداب مهنتك، يا شرطيا عد إلى مواقع عملك، فهذه نكرة غير مقصودة. لكننا الآن نتكلم عن النكرة المقصودة. نكرة اسم النكرة، لكنك تحدده بالنداء. لو سرق الرجل في السوق فالتفت حوله يبحث عمن يرد له ما سرق منه، فوجد شرطيا، كلمة شرطي نكرة، لكنه لا يقصد أي شرطي في البلد أو في العالم، إنما يحدد الشرطي الذي رآه، فسوف يقول له يا شرطي أنجدني. هذه نكرة مقصودة. أتذكرون يا طبيبا راعي أداب مهنتك، هذه نكرة غير مقصودة. لكن لو قال لك مد يدك طبيب وأنت تخاف من الحقنة، ترى سنها طويلا، فقلت يا طبيب ترفق بي، طبيب، هنا نكرة مقصودة أم غير مقصودة؟ دي مقصودة.
يبقى سوف نبنيه على الضم أو ما ينوب عنه إذا كان مفردا، يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، أو كان نكرة مقصودة. تعالوا بنا نفصل هذا، سوف نترك الكتاب وبعد أن ننتهي من شرح الدرس نعود إلى كتابنا. سوف نفصل هذا. والسؤال: متى ينصب المنادى؟ أولا إذا كان مضافا، ومعنى ذلك أن يكون المنادى أضيف لما بعده، وأنتم تعرفون المضاف والمضاف إليه. طالب، طالب ماذا؟ طالب العلم، هذا مضاف ومضاف إليه. فاطر السماوات، رافع السماوات، باسط الأرض. فإذا أردت أن تنادي المضاف في الجمل فيما مثلنا قلت يا رافع السماوات، يا فاطر السماوات والأرض، يا طالب العلم، يا سائق السيارة. والسؤال: يا طالب العلم، أعرب كلمة طالب في هذه الجملة. منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مضاف، لأنه مضاف، طالب العلم مضاف. طيب إنهما طالبان للعلم، سوف تقول يا طالبي العلم. أعرف طالبي، منادى منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الياء، لأنه مثنى. أين نون المثنى؟ حذفت للإضافة، وهو مضاف والعلم مضاف إليه. يا مهندسي العمارة، مهندسي العمارة، هذا منادى، ما نوعه؟ مضاف. ما حكمه؟ منصوب. ما علامة نصبه؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. أين نون جمع المذكر؟ حذفت للإضافة، والعمارة مضاف إليه. يا ذا الجلال والإكرام، ذا الجلال، ذا اسم من الأسماء الخمسة أو الستة، ولا تكون إلا مضافة، إذن هو مضاف وبعده مضاف إليه. ذا منادى منصوب، ما علامة نصبه؟ الألف. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والجلال مضاف إليه. يا أمهات المستقبل، أمهات منادى، ما نوعه؟ أمهات المستقبل مضاف. ما حكمه؟ منصوب. ما علامة نصبه هنا؟ الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم. من هنا يظهر لنا أن المنادى إذا كان مضافا كان منصوبا، وعلامة النصب في المفرد وجمع التكسير علامة النصب ماذا؟ يعني عندما قلنا يا طالب العلم نصبنا طالب بالإيه؟ بالفتح. طب يا طلاب العلم، الفتح. طب علامة النصب في المثنى الياء، في جمع المذكر السالم الياء، في الأسماء الخمسة الألف، في جمع المؤنث السالم الكسرة. كل هذه أمثلة على شيء واحد، وهو أن المنادى المضاف يكون منصوبا. ثانيا، إذا كان شبيها بالمضاف. ما الشبيه بالمضاف؟ اسم يسند إليه ما يتم به معناه
وليس مضافا إليه. يعني كنا نقول طالب العلم، يا طالب العلم، العلم مضاف إليه. فلو قلنا يا طالبا للعلم فقد أضيف إلى كلمة طالبا كلمة أخرى للعلم وليست مضافا إليه، وإنما تتمم الإيه؟ المعنى. يا طالبا للعلم، ما نوع المنادى؟ شبيه بالمضاف. ما حكمه؟ المضاف والشبيه منصوبان، منصوب. ما علامة نصبه؟ الفتحة. يا عظيما بره، عظيما بره منادى شبيه بالمضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يا محمودا خلقه منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه شبيه بالمضاف. وهذا تجده منونا إذا كان مفردا يعني أو جمع تكسير، لأنه ليس مضافا، والإضافة تحذف التنوين، فهنا شبيه بالمضاف تجده منونا. يا راحما الضعفاء، يا محمودا خلقه، يا عظيما بره، يا حسنا خلقه، يا قبيحا فعله، هذا شبيه بالمضاف ويكون ماذا؟ منصوبا. ثالثا، يكون المنادى منصوبا أيضا إذا كان نكرة غير مقصودة. وقلنا إن النكرة غير المقصودة هي التي لا نعينها بالنداء، لا نقصد معينا. فلو قلنا يا تاجرا ربح حلال قليل يكفيك خير من ربح حرام كثير يضغيك، يا تاجرا، هل تقصد تاجرا معينا؟ إذن هذه نكرة غير مقصودة فهي منصوبة. والسؤال متى ينصب المنادى؟ إذا كان مضافا، إذا كان شبيها بالمضاف، إذا كان نكرة غير مقصود. متى يبنى على الضم أو ما ينوب عن الضم؟ إذا كان مفردا. سؤال، ماذا نقصد بالمفرد هنا وفي لا النافية للجنس؟ ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذن كلمة مفرد ليست هنا ضد المثنى والجمع، وإنما ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف، إنما هي كلمة واحدة ليست مضافة لأن المضاف معه مضاف إليه، وليست شبيهة بالمضاف لأن الشبيه بالمضاف بعده كلمة تتمم معناه، عظيما بره، رحيما قلبه، محمودا خلقه. إذن هو منادى مفرد، يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وهذا قد يكون علما أو غير علم. ما معنى العلم؟ العلم اسم يسمى به الإنسان أو الحيوان أو الجماد أو أي شيء. فلو قلنا محمد، هذا علم. علم مفرد؟ نعم، علم مفرد، يعني ليس مركبا تركيبا إضافيا. وهل عندنا أعلام مركبة تركيبا إضافيا؟ كثير. في أسماء الرجال عبد الله، عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، عبد الله. أبو بكر، أبو مضاف وبكر
مضاف إليه. سيف الإسلام، تسمعون هذا الاسم كثيرا، هذه هي سيف الإسلام مضاف، سيف مضاف والإسلام مضاف، هذا علم مضاف، كيف ستعامله إذا ناديته؟ معاملة المضاف. يبقى العلم إذا كان مضافا عاملناه معاملة المنادى المضاف. فلو قلنا مثلا يا عبد الله، أعرب عبد، ما له، ما حكمه؟ منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، أنه مضاف، ولفظ الجلالة مجرور بالإضافة وعلامة الجر الكسر. طيب بنت اسمها منة الرحمن، ده طبعا قبل ما يحرمونا من الأسماء الإيه المركبة. منة الرحمن مضاف ومضاف إليه، هذا علم مركب تركيب إضافي، كيف نعامله؟ نعامله معاملة المنادى المضاف، فنقول يا منة الرحمن. منة منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، والرحمن مضاف إليه مجرور. يبقى نقول العلم المضاف يعامل معاملة المضاف والمضاف إليه، فهو إيه؟ منصوب. لكن لو كان العلم مفردا، ماذا نقصد بالمفرد هنا؟ ليس علما مركبا تركيبا إضافيا. الولد اسمه أحمد، البنت اسمها فاطمة، تنادي تقول يا أحمد يا فاطمة. طيب أعرب لنا أحمد وفاطمة، منادى، ما نوعه؟ مفرد، علم مفرد، ما حكمه؟ مبني على الضم، يا أحمد يا محمد. وهذا يفسر لك أعلام الأنبياء التي جاءت منادى في القرآن. تستطيع الآن، وكما قلت لك سابقا، إننا مع كل درس نحل جملة كبيرة من كلمات قرآنية، تستطيع الآن أنت أن تعربها، تستطيع الآن أن تمر على يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، ويا صالح لقد كنت فينا مرجوا، ويا هود ما جئتنا ببينة، وتجمع الأعلام دي كلها، تقول كل الأعلام اللي هي العلم المفرد ده منادى مبني على الضم. ربما تسأل عنوان الدرس الضم أو ما ينوب إيه عنه. نعم، لو كان هناك رجلان اسم كل واحد منهما محمد، وأنت تريد أن تناديهما، سوف تقول يا محمدان، أعرب لنا محمدان، منادى مبني على الألف، إذن الألف هنا نابت عن الضم في المفرد. خالد وخالد وخالد اجتمعوا، وأنت تريد أن تناديهم، تقول يا خالدون أقبلوا، منادى مبني على الواو لأنه علم مفرد. إذن العلم المفرد يبنى على إيه؟ على الضم أو ما ينوب إيه عنه. وكذلك المنادى المفرد، فلو أردنا أن ننادي مثلا يا مصر، وهذا علم أيضا على مصر، يبقى منادى مبنى على إيه؟ على الضم. يا جبال، جبال، إذن جبال هل هو مضاف؟ هل هو شبيه بالمضاف؟ ليس مضافا ولا شبيه بالإيه؟ بالمضاف. العلم المفرد يبنى على الضم. كذلك النكرة المقصودة، النكرة المقصودة، ومثلنا لها ب
يا شرطي أنجدني، يا طبيب ترفق بي، فإنه نكرة مقصودة فهو مبني على إيه؟ على الضم. يبقى تقول يا طبيب، يا طبيبان، تقول يا معلم، يا معلمان، يا معلمون، مبني على الضم أو مبني على الألف أو مبني على إيه؟ الواو. السؤال الآن، متى يبنى المنادى على الضم؟ إذا كان مفردا، يعني ليس مضافا ولا شبيها بالإيه؟ بالمضاف، أو كان نكرة إيه؟ مقصورة. ربما يخطر على البال سؤال، تقول كيف أفرق بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة؟ نقول إذا كانت منصوبة فهي غير مقصودة، وإذا كانت غير منصوبة يعني مبنية على الضم أو على الألف أو على الواو فهي مقصودة. سوف أسمعك الآن أمثلة وأطلب منك الحكم على نوع النكرة في هذه الأمثلة. يا مصريين عودوا إلى مصر فقد زال الظلم، مثلا. يا مصريين، هذه غير مقصودة، منصوبة، إذن هي غير إيه؟ مقصودة. طب لو قلنا يا مصريون، مصر تحتاج إلى جهودكم، هذه فيها واو ونون، يبقى غير منصوبة، إذن مقصودة. يمكن القول المنصوبة غير مقصودة والمقصودة غير منصوبة، صحيح؟ المنصوبة غير مقصودة والمقصودة غير منصوبة، تحل لك هذه المشكلة. المنصوبة غير مقصودة والمقصودة غير منصوبة. كيف ننادي المحلى بأل؟ وهذه مباحث إن شاء الله تأتي في الكتاب، لكنني أريد أن أيسر بها حتى تفهم ما في الكتاب. المحلى بأل مثل المعلم، أنا أريد أن أنادي المعلم. في هذه الحالة تأتي بكلمة أي للمذكر وأيت للمؤنث، بعدها ها للتنبيه، ثم تأتي بالمنادى فتقول يا أيها المعلم، يا أيتها النفس المطمئنة. يبقى يا أيها المزمل، يا حرف نداء، وأيوه هو المنادى، هذا اسم مبني على الضم، اسم مبني على الضم في محل نصب. يمكن أن تضيف أيو إلى الأسماء التي تقع منادى مبنيا على الضم، يعني قلنا العلم المفرد النكرة المقصودة لفظة أيو أو أيته. أيو منادى مبني على الضم، والهاء حرف تنبيه لا محل له من الإعراب. ثم كلمة المعلم هذه تعرب بدلا في أحوال وتعرب نعتا في أحوال أخرى، وهو مرفوع بالضمة، يا أيها المعلم، يا أيتها النفس، وهكذا. كيف ننادي لفظ الجلالة الله؟ نستخدم معه يا، فنقول يا الله، ولفظ الجلالة منادى مبني على الضم في محل نصب. أحيانا نحذف يا
النداء ونعوض عنها بميم مشددة في آخر لفظ الجلالة فيصير اللفظ اللهم اللهم قل اللهم مالك الملك قل تستطيع أن تعرب الآن قل فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت اللهم الله لفظ الجلالة منادى مبني على الضم والميم المشددة حرف جيء به عوضا عن حرف النداء المحذوف مالك الملك يعني يا مالك الملك مالك الملك هذا بنادى مضاف إذن هو منصوب يا مالك الملك المقصود أن لفظ الجلالة ينادى بيا قبله يا الله أو تحذف يا ويعوض عنها بميم مشددة في آخر لفظ الجلالة فيصير اللفظ اللهم هذا منادى مبني على الضم والميم جاءت عوضا عن حرف الإيه النداء المحذوف أحيانا يحذف حرف النداء إذا فهم من المعنى يعني وهذا كثير نحن نقول محمد ما معنى قولك محمد معناه يا محمد وليتنا نقول محمد بدلا من محمد دي محمد يا محمد فأنت عندما قلت محمد اعطني القلم معناه يا محمد أعطني القلم فكيف تعرب محمد إذا قلت لابنك الصغير أعرب محمد أعطني القلم ربما لأن هذا الدرس لم يمر عليه ربما يخطئ ويقول محمد مبتدأ نقول لا المقصود يا محمد وبعده فصل وهذه جملة جواب النداء أعطني القلم محمد هنا يا بني منادى بحرف نداء محذوف وفي القرآن الكريم شاهده يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك أعرب يوسف في القرآن هنا في هذا الموضع منادى مبني على الضم لأنه علم مفرد وفي النداء مباحث كثيرة أخرى تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى لكن لعلنا بهذا قد مهدنا لشرح درس النداء فتعالوا بنا ونحن ندرس جزئية من النداء وهي البناء على الضم أو ما ينوب عنه قال ونعني بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها به ولو كان مثنى أو مجموعا وقد سبق هذا عند الكلام على اسم لا صحيح سبق هذا شرحنا اسم لا النافية للجنس قال ونعني بالمعرفة ما أريد به معين سواء كان علما أو غيره فهذا النوع يبنى على الضم في مسألتين الأولى أن يكون غير مثنى ولا مجموع جمع مذكر سالما نحو يا زيد منادى مبني على الضم يا رجل منادى مبني على الضم وقول الله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك يا نوح اهبط بسلام يا صالح ائتنا يا هود ما جئتنا ببينة الثانية أن يكون جمع تكسير
نحو قولك يا زيود. طبعا هذا مجموع إيه؟ زيد، فهذا مبني على الضم، فإن قال يا زيدان بناه على الألف. وقوله تعالى يا جبال أوبي معه، ويبنى على الألف إن كان مثنى نحو يا زيدان ويا رجلان إذا أريد بهما معين. ما معنى قول المؤلف يا رجلان إذا أريد بهما معين؟ نكرة مقصودة، يعني هو هنا المؤلف لم يفصح عن النكرة المقصودة، لم يجعلها نوعا بعينه، وإنما في كل مثال يقول إذا أريد به يعني معين. ويبنى على الواو إذا إن كان جمع مذكر سالما نحو يا زيدون ويا مسلمون إذا أريد بهما معين. يبقى مسلمون مجموعة من المسلمين تريد أن تناديهم أو تنبههم فتقول يا مسلمون، أما إذا أردت أن تنادي أي مسلم في العالم تقول يا مسلمين طبقوا الشريعة مثلا، يبقى هذه نكرة غير مقصودة. وأما إذا كان المنادى مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير معينة فإنه يعرب نصبا على المفعولية. أرجو أن تكون كلمات المؤلف مفهومة، يعرب نصبا على المفعولية، لأن المنادى في الحقيقة نعم مفعول به. عندما نقول يا طالب العلم المقصود أنادي أنا طالب العلم، أستدعي أنا طالب العلم، أنبه أنا طالب العلم، في باب البناء. فالمضاف كقولك يا عبد الله ويا رسول الله. ولاحظ دقة المؤلف عندما أتى بهذين المثالين، فيا عبد الله هذا علم لكنه مركب تركيبا إضافيا. إذن عندنا علم مفرد محمد فاطمة، علم مركب تركيبا إضافيا عبد الله منة الله هبة الله، فهذا علم مركب تركيبا إضافيا. وعندما نقول تركيبا إضافيا لنخرج أنواع التراكيب الأخرى، فإنك لو ناديت مثلا مركبا تركيبا مزجيا مثل بورسعيد يا بورسعيد هبي، فالتركيب المزجي كالعلم المفرد، يعني كلمة بورسعيد هو علم يعامل معاملة العلم المفرد. يا نيويورك ما لك ولنا مثلا، فيبقى ده علم مفرد، يبقى هو مركب تركيبا مزجيا ويعامل معاملة العمل المفرد. أما إذا كان العلم مركبا تركيبا إسناديا فتتركه على الحكاية، يا جاد الحق، اسمه جاد فعل ماض والحق فاعل، يا تأبط شرا. فمثل بعبد الله للعالم المركب تركيبا إضافيا فإنه يعامل معاملة المضاف. ويا رسول الله هذا مضاف، رسول أضيف إلى لفظ الجلالة فهو منصوب. وفي التنزيل في القرآن قل اللهم، طبعا كما أعربنا قل فعل أمر مبني على السكون لصحة آخره، وقد حركت لامه بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، ها
هذه ليست كسرة إعراب. الله منادى مبني على الضم، والميم المشددة حرف جاء عوضا عن حرف النداء المحذوف. فاطر السماوات، يعني يا فاطر السماوات، هذا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والسماوات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والأرض معطوف على السماوات مجرور مثله وعلامة جره الكسرة، أي يا فاطر السماوات. قال الله تعالى: أن أدوا إلي عباد الله، أي يا عباد الله. والآيتان شاهدان على جواز حذف حرف النداء وبقاء المنادى، أي يا عباد الله. ويجوز أن يكون عباد الله مفعولا بأدوا، كقوله تعالى: أن أرسل معنا بني إسرائيل. ويجوز أن يكون فاطر صفة لاسم الله تعالى خلافا لسيبويه. هذه وجوه أخرى لإعراب ما أعربنا. يعني قل اللهم، فلفظ الجلالة مبني على الضم لكنه في محل ماذا؟ في محل نصب. وأردت أنت أن تنعت المنادى فتريد أن تصفه، الصفة النعت، هل سيكون على المحل أم يكون على اللفظ؟ فهذا فيه أقوال للنحاة. ففاطرة يمكن أن نعتبرها صفة للفظ الجلالة، وفي هذه الحالة تكون منصوبة على ماذا؟ منصوبة على المحل، لأن اللفظ مبني على إيه؟ على الضم، والمحل منصوب. فلو حملناها على اللفظ سيكون المعنى فاطر، لكنها فاطرة منصوبة على المحل، فإنها في محل إيه؟ نصب. هذا وجه. وكذلك أن أدوا إلي عباد الله قد تكون مفعولا به. والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، كقولك: يا كثيرا بره، يا مفيضا خيره، يا رفيقا بالعباد. والنكرة كقول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي. رجلا نكرة، وهي منصوبة، إذن هي غير مقصودة. وكقول الشاعر: أيا راكبا إما عرضت فبلغا ندامايا من نجران ألا تلاقيا. فالشاهد فيه كلمة راكبا، فإنها نكرة منصوبة. ويجوز في المنادى المستحق للضم أن ينصب إذا اضطر إلى تنوينه. هذه قد يضطر الإنسان إلى نصب المبني على الضم من المنادى، وتكون هذه ضرورة ليست قاعدة، وإنما القواعد ما درستموه أنتم. فلو وجدتم في الشعر أن المبني على الضم قد نون، فهذه ضرورة شعرية. أحيانا يحتاج الشاعر لوزن البيت وللمحافظة على موسيقى الأبيات أن ينون المبني على الضم. مثل له بقول القائل، قول الشاعر: ضربت صدرها إلي وقالت: يا عديا لقد وقتك الأواقي. طبعا عدي علم مفرد، فحقه أن يكون إيه؟ على الضم. تقول: يا عدي بضمة إيه؟ واحدة. اضطر الشاعر إلى تنوينه فعدل عن ضمه إلى نصبه، فشابه به
النكرة غير المقصودة. وأن يبقى مضموما كقوله سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام. أين الشاهد في البيت يا أنهون؟ أيهما هو؟ قال سلام الله يا مطر عليك، وليس عليك يا مطر السلام. الأولى ولا الثانية؟ هو يعني يستشهد بالأولى، لأن الشاعر في الأولى نون مطر، وحقها أن تبنى عليه الضم، يقول يا مطر، فاضطر محافظة على وزن البيت أن يقول يا مطر. إذن هنا هو حقه أن يقول يا مطر، لكنه نونه. التي قالت أو الذي قال على لسان المرأة التي ضربت صدرها وقالت يا عاديا، صنع شيئين: الأول أنه جعل العلم المفرد كالنكرة غير المقصودة فنصبه ونونه، وحقه أن يكون مبنيا عليه على الضم. هنا يا مطر فأبقاه مضموما لكنه نونه. ويجوز في المنادى أيضا أن يفتح فتحة إتباع، وذلك إذا كان علما موصوفا بابن متصلا به، إذا كان علما موصوفا بابن متصل به مضاف إلى علم. يعني لو قلنا يا زيد بن عمرو، فأين العلم المفرد زيد ووصف بكلمة ابن، وجاء بعد كلمة ابن علم آخر عمرو أضيف إلى كلمة ابن؟ إذن العلم الأول منادى، وكلمة ابن بين علمين نعتل الأول، والعلم الذي بعد كلمة ابن مضاف إليه مجرور. عندما تقول حضر علي ابن محمد، يبقى علي الأول فاعل، هو الذي حضر، ابن نعت مرفوع بالضمة، محمد مضاف إليه مجرور. فهنا لو قلت يا زيد بن عمرو، فزيد علم مفرد حقه أن يبنى عليه على الضم، لكن هنا جاز فتحه لأنه موصوف بكلمة ابن المتصلة به المضافة إلى علم بعده. وكقول الشاعر يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المها العينا. أين الشاهد في البيت؟ طلحة بن عبيد الله، فإن طلحة علم مفرد حقه أن يبنى على الضم، لكن جاز فتحه لأنه موصوب بكلمة ابن المتصلة به المضافة إلى علم بعده. وبقاء الضم أرجح عند المبرد، والمختار عند الجمهور الفتح. يعني كالفقه، علماء النحو جمهور العلماء على أن الفتح في مثل هذا العلم هو الأرجح. يا علي ابن أبي طالب، يا حمزة ابن عبد المطلب، الفتح هنا أرجح. والمبرد يجوز ويرجح الضم، فعنده يجوز أن تقول يا محمد ابن عبد الله، فهذا جائز.
ليست هذه كل مباحث النداء، ولكننا أخذنا منها ما نحتاجه في باب البناء. المبني على الضم أو ما ينوب عنه، مما يبنى على الضم أو ما ينوب عنه، العلم إذا كان مفردا. ماذا نقصد بالمفرد؟ ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ولا نكر غير مقصود، لأن المؤلف جمع، لكننا فيما بسطناه في بداية الدرس أنه إما أن يكون علما مفردا أي ليس مركبا تركيبا إضافيا، وإما أن يكون نكرة غير مقصودة، وإما أن تكون لفظة أيو التي يتوصل بها لنداء المعرف بالألف والإيه واللام، فهذا يبنى على الضم في محل نصب أو ما ينوب عنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.